أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. تراجع سعر خام البصرة الخفيف ليسجل خسارة أسبوعية هي الأولى في شهرين، وبلغت خسارة خام البصرة الأسبوعية 75 سنتا أو ما يعادل نسبته 0.89%. وبالرغم من ارتفاع خام البصرة في آخر جلسة له قبل إغلاقه بمقدار 27 سنتا ليصل إلى 83.84 دولارا، وارتفع أيضا خام برنت في آخر جلسة له بمقدار 6 سنتات ليصل إلى 84.38 دولارا، إلا أنه حقق خسارة أسبوعية بلغت 1.15 دولارا أو ما يعادل نسبته 1.34% في أسبوع. أكدت مصادر مطلعة وجود ملفات فساد في مشروع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة. وأضافت المصادر أن هناك صفقات مشبوهة تعقد خلف الكواليس، من بينها بيع أرصفة ميناء الفاو، مبينة أن هذه الأرصفة غير مكتملة على الرغم من مباشرة العمل فيها بها منذ عام كامل تقريبا، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 4.6 مليار يورو، وتقدر طاقة الميناء المقدرة 99 مليون طن سنويا. خلصت وزارة الزراعة في العراق خطتها للعام الحالي للنصف بعد تراجع الإطلاقات المائية التي لا تكفي لزراعة 6 ملايين دونم، عازية السبب في هذا إلى تجاوزات إيران المائية. وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف إن معظم الروافد الإيرانية تم تحويلها إلى داخل إيران، ما أدى إلى حرمان محافظة ديالى من الخطة الزراعية لهذا العام، لافتا إلى وجوب التوجه نحو الاستيراد بقوة لأي محصول في حال شحه في الأسواق. من جانبها طالبت مديرية قضاء الزبير التابع لمحافظة البصرة بتعويضات مالية للمزارعين الذين تضررت مزارعهم في عام 2020 نتيجة الأمطار الغزيرة. وقال مدير زراعة الزبير صالح حسن العابي إن عدد المزارع المتضررة يبلغ 250 مزرعة، وتم إتلاف 1750 ألف دونم مستغلة لزراعة الطماطم، مبينا أنه قد مضى عام ولم تقم الحكومة الحالية في العراق بتعويض المزارعين المتضررين من جراء هطول الأمطار الغزيرة. في ليبيا كشفت مصادر في مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية أن القطاع المصرفي سيمنح قروضا بقيمة 390 مليون دولار للشباب ولدعم المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر، في خطوة لتحريك عجلة الاقتصاد قبل نهاية العام الحالي. وأكدت المصادر أن ليبيا بحاجة ماسة إلى قطاع مصرفي يساهم في تمويل الاستثمارات بغية تنويع الاقتصاد والحد من اعتماده المفرط على قطاع النفط والغاز. قالت شركة سينوب كروب الصينية أنها تتوقع ارتفاع أسعار مبيعات الغاز الطبيعي في الصين في الربع الرابع من هذا العام بنسبة تصل إلى 20% في الأقل مقارنة بالعام الذي سبقها بسبب ذروة الطلب على التدفئة في فصل الشتاء. وجاءت الزيادة المتوقعة في الأسعار في عقاب نمو بنسبة 17.4% في أسعار مبيعات الغاز لشركة سينوبيك الصينية خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، على خلفية انتعاش سوق الغاز العالمي الذي عززه ضعف المخزونات في أوروبا ونمو الطلب القوي في الصين. إلى اللقاء.